محاولات حثيثة تقودها مجموعة من الدول المعنية بالأزمة الليبية لمنع التسلح وإيقاف الحرب الدائرة هناك بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج والمسلحين المتحالفين معها. آخر تلك المحاولات مطالبة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينتياس للدول الأوروبية بإلغاء اتفاقية حكومة السراج في ليبيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى حث حفتر على اتخاذ خطوات بناءة في مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل. شجعنا القائد حفتر على المشاركة بصورة بناءة في مؤتمر برلين والسعي ضمن الإطار القائم لإنجاز وقف لإطلاق النار وإعادة الأمن إلى ليبيا، وذلك من خلال إزاحة المرتزقة والإقرار بانعدام صلاحية الاتفاقات غير القانونية بين تركيا وحكومة السراج. لابد أن أبلغكم بسعادة كبيرة أن القائد حفتر متفق مع كل هذه التصريحات. تصريحات دينتياس جاءت أثناء زيارة قائد الجيش الليبي إلى اليونان، مضيفا أن اليونان مستعدة للمساعدة في الإشراف على تنفيذ حظر أوروبي على شحنات الأسلحة لليبيا، فيما أكدت تصريحات سابقة لليونان أنها لن تقبل بأي اتفاق في برلين ما لم تلغى اتفاقيات السراج وأردوغان. ومن موسكو أعلنت الرئاسة الروسية مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستعرض على المؤتمر أفكارا ووثائق تتعلق بتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن المحادثات سوف تتركز على وقف إطلاق النار. وأشرفت روسيا على محادثات مع الأطراف الليبية المتحاربة بدعوة من بوتين، شاركت فيها تركيا في محاولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق حوار سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، لكنها لم تثمر باتفاق.